دلوقتي زيبي ادالك لقبه، نخش على رونالدو. رونالدو رونالدو كان ساعتها الماتش طبعا الديربي ده اللي بنفيكا وسبورتنج كان مهم طبعا لسبورتنج، كان بقاله 18 سنه ما خدش الدوري. واحنا لعب سبورتنج يعني ماتش مهم، رونالدو كان قاعد احتياطي، بيدر شمايكل بقى كان واقف جون بقى العملاق بتاعهم، رحت جايب الجون يعني الحمد لله كسبنا 1-0. بعد الماتش رونالدو اول حاجه احنا انا داخل اوضه اللي خلاص بقى داخلين هو جه بقى خد التيشيرت بتاعي وانا يعني قال لي صبري صبري شو مسميني الصبري شو. بس لو شافك يفتكرك؟ طبعا. لا والله. والله. وانا كمان ساعتها الفاميليا بتاعته جت هنا. طب تيجي نروح اخته؟ يا ريت. نروح له انا وانت. والله. والله نروح له. ما نروحلوش ليه؟ طالما فاكرك نروح له. وقال لك ايه بقى؟ بس طبعا ساعتها خلاص اخدت التيشيرت بتاعي ورحت بقى خلاص دخلت اوضه اللبس. بعتها بقى تاني يوم مانشستر يونايتد جاي يلعب ماتش ودي مع سبورتنج لشبونه عشان ياخدوا عشان ياخد ايه؟ هما ده كان نظامهم زمان. كريستيانو رونالدو. وساعتها كريستيانو رونالدو كان ساعتها فلعب في المنتخب الاولمبي احسن ناشئ على المستوى البرتغالي، كان بيلعب اولمبياد تقريبا. اولمبياد على مستوى البرتغالي اتلانتا تقريبا. كان احسن ناشئ يعني حاجه كان جامده جدا متابعينه، عملوا ماتش الودي ده عشان هو عشان يشوفوه. المهم بعد لعبوا الماتش تاني يوم هو ما لعبش الماتش، بس يعني خلاص يعني اتبسطوا بيه وخلاص يعني هيروح مانشستر يونايتد. بعد الماتش بقى بيعمل انترفيو بقى والمؤتمر الصحفي ليه. بس وانا قاعد بتفرج عليه بقى بس بيسالوه الناس وبيتكلموا معاه، دلوقتي انت هتروح مانشستر يونايتد نفسك هتبقى زي مين؟ زي بيكم ولا جيجز ولا كانتونا لما كانوا موجودين بقى في الايه في مانشستر يونايتد سكولز سكولز ولا فيجو؟ قال لهم دول كلهم نجوم كبيره جدا، بس انا نفسي ابقى زي صبري، صبري ده حاجه كبيره قوي عشان شاف فيك المهاره بالظبط يعني. الحمد لله انا كنت برقص يعني انت عارف كنت برقص طبعًا اي حد. بقول لك ايه؟